حياكم الله يا أحبة مع درس جديد، وحنبدأ اليوم بالجزء الأول من درس قسمة الأعداد الصحيحة. طيب، قسمة الأعداد الصحيحة ماذا أعني أنا بالقسمة؟ هي عملية معاكسة للضرب. فلو قلت أنا مثلا عندي 4 ضرب 6، ماذا يساوي؟ حنقول 24 سهل. طيب لاحظ الآن، أستطيع أني أقول أنا 24 قسمة 6، وأقول 24 قسمة 4. لاحظ معايا أنه الأربعة هذه والستة هذه، وشو كان الجواب؟ 24 قسمة 6 حقول أربعة أحد عوامل الضرب. 24 قسمة 6 حقول 24 قسمة 4 حقول 6. إذن هي عملية معاكسة لعملية الضرب، إنه أخذنا 24 نقسمها على هذه. خلنا نشوف أمثلة ونتعرف على الجزء الأول. شوف المثال اللي معايا. إذن أنا الآن حتكلم عن قسمة عددين صحيحين بس مختلفين الإشارة. طيب، إذا كان العددين اللي بدي أقسمهم أنا مختلفين الإشارة، مثل ما علمتك جيب هذه الدائرة حط فيها سالب سالب موجب. عددين مختلفين الإشارة، هذول مختلفين الإشارة كذا، واحد موجب واحد سالب. دائما النتيجة سالبة. طيب، لو قلت لك مثال، أوجد ناتج قسمة 80 على 10، هاي سالب. أول شيء هذا ما له إشارة، إشارته موجبة. إذا اثنين مختلفين الإشارة، الجواب سالب. 80 قسمة 10، شوف صفر بيروح مع الصفر. 8 قسمة 1 هي 8. إيش العدد اللي أقسمه على 1 يطلع 8. 8 ريالات أعطيها لواحد حيأخذهم كلهم 8. هذه هي قسمة شو؟ 80 قسمة 10. مثال آخر، أوجد ناتج قسمة سالب 55 على 11. ال11 موجبة، هذه الدائرة، هاي سالب موجب، شو ضل معايا؟ سالب. إذن الجواب سالب. 55 قسمة 11، إيش العدد اللي أضربه ب11 يطلع 55؟ 5. أوريك 5 ضرب 11، 5 في 1 5 5 في 1 5، إذن هو 55 نفسه العدد اللي هنا، إذن الجواب سالب 5. شوف الآن تحقق، يقول 20 قسمة سالب 4، الإشارة هنا موجبة، إذا ما لها إشارة، مختلفتين، إذن سالب دائما. طب 20 قسمة 4، العشرين كم 4 فيها؟ فيها 5. أتأكد 5 ضرب 4 20، إذن كلامي صحيح، إذن هو سالب 5. طيب شوف مثال آخر تحقق من فهمك، أوجد ناتج قسمة سالب 81 على 9. أول حاجة شو بنعمل؟ التسعة هذه بنعطيها إشارتها موجب، ثم بنرسم الدائرة هذه وبنقول عندي سالب موجب، إذا نسينا القاعدة، سالب موجب، إيش ضل عندي؟ بس أغطي هذول الثنتين، إيش ضل عندي؟ ضل عندي سالب، إذا إشارة الناتج النهائي هي سالب. 81 قسمة 9، إيش العدد اللي أضربه بالتسعة يطلع معي 81؟ هو تسعة، إذا جواب العبارة هذه هو سالب 9. جواب العبارة سالب 9. طيب نشوف تمرين آخر من تحقق، يقول لي أوجد ناتج قسمة سالب 45 على 15. هاي سالب، هذه سالب 45، هذه قسمة وهذه 15. أول حاجة بنشوف شو إشارة 15، دائما إذا ما في إشارة يعني موجبة، ونقول هذا يساوي. طيب الحين إيش معانا هنا يا أحبة؟ معانا سالب وموجب، معانا سالب موجب، إشارتين مختلفات، إذن الإشارة سالبة. أو إن نسيت اعمل الدائرة هذه كذا، هاي إشارتين مختلفات اشطبهم، شو ضل معاك الجواب؟ الجواب إشارة سالبة، هاي سالب. طب 45 قسمة 15 هي 3. ليش 3؟ لأنه أحاول أعملها 3 ضرب 15. تعال نشوف، 3 × 5 = 15 معايا 1، 3 × 1 = 3 = 4، إذن 45 إذن فعلا
سالب 45 قسمه 15 هي سالب 3. بكذا يا احبه الجزء الاول من قسمه الاعداد الصحيحه بنكون انتهينا منه، والى اللقاء مع الجزء الثاني.